كان ده الاغاني اكيد. القديمه فيها فرق. طبعا ليه بقى؟ فرق. لا فرق في ان اللي هو تحسي ان انتي بتتسلطني بقى كده وتسمعي بقى فن وكده، بس هو قليل قوي لما حد بقى بيسمع قديم او حد بيحب يسمعه او كده. يمكن بس عشان احنا القديم بيدي بنحاول، مساحه. بيدي مساحه لصوتك جدا. بس ايه، احنا كمغنيين يعني بنحب جدا ان احنا نغني حاجه قديم لانها بتبين مساحه صوتك قد ايه وبتقدري تغني قد ايه. بس احنا دلوقتي بنحاول ان هو ايه، نحاول نغني الاغاني القديمه مثلا بطريقتنا، يمكن مثلا الناس الناس تسمعها اكتر، تسمعها بطريقه. مع ان القديم دايما بيتسمع في كل الاحوال، فخلينا بقى نسمعهم حاجه قديمه بصوتك. طب تحب تسمعي مين؟ انا عندي احب ورده. ورده. اوكي نسمع ورده. نسمع ورده. انت في حد تاني عايزه تغني له قديم برضو؟ هنسمعها برضو. اوكي. في يوم ما الدنيا تغدر بك وايام الهنا تخونك وايام الضنا تذلك، تجيني وتفتكر حبك واشوف الذل في عيونك، اقول نفسي في ده ذلك يا اغلى عندي من نفسي، ما بين امالي وبين ياسي يا اغلى عندي من نفسي، ما بين امالي وبين ياسي، ده نار الصبر في جروحي ولونه بقية من رسمي، ده نار الصبر في جروحي ولونه بقية من رسمي، وحرف وكلمة من اسمي. يعني يمكن لما بتغني كده كل الالوان الناس بتتفاعل معاكي اكتر، لان كل شويه بتلاقي ناس حابه نوع معين ولون معين. فانتي يعني بتغني قديم وبتغني جديد وبتغني مهرجانات كمان، مش سايبه حاجه خالص. قولي بقى لما بتغني مهرجان بتغنيه بطريقتك مش بتغنيه بطريقتك؟ انا بغنيه بطريقتي، والناس ساعتها حبت الموضوع ده مني جدا فتره، طلع فتره معايا ترند كده ان الناس حبت انها تسمعني في اغاني المهرجانات واحولها لاغاني عاديه. بتحب